خير يا سعادة الباشا؟ في موزة بتشبه عليها تعرفها ولا ايه؟ لا يا باشا والله ما عندكش تفاح. انت تهرج ولا ايه؟ ده مكان اكل عيش تفاح ايه؟ عندك حق، انا اسف، مع السلامة. خد خد خد، استنى، بتاخد موز احسن من تفاح. لا هو ايه ده؟ لا انا بصراحة نفسي في تفاح، مش عايز اكل موز. عارف ليه يا استاذ اني قررت اكون بيع موز؟ اكيد خسرت فلوسك كلها في البورصة. تتريق؟ على فكرة انا اخترت الموز لانها فاكهة راقية، فاكهة ما بتحتاجش تتغسل، ما فيهاش بذر، بتتكشر بسهولة، كمان سعرها رخيص، حاجة كده ملوكي. متشكر جدا على البرزنتيشن، بس انا بصراحة نازل اشتري تفاح. صدقني الموز افيد لك، الموز احسن لك. انا عايز تفاح عشان انت مش عارف انت عايز ايه. الشركات والمؤسسات بتقول لك انت عايز ايه. شوية يقولوا لك تفاح، شوية يقولوا لك افوكادو، شوية يقولوا لك فاكهة التنين، وانت امع امع. والموز فين؟ الموز فين يا عرب؟ فوقوا اصحوا، الرأسمالية كانت عقولكم. بس 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 بس، رأسمالية ايه وعرب ايه يا بلدينا؟ يا عم اعمل اوفر يا عم، خلي الناس تشتري كده. اوفر؟ ده احنا في اخر الزمان والله، النهاية قرامت، انا قدامي تخايل. خلاص 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 خلاص، هات 2 كيلو موز، انا غلطان. معلش يا استاذ ما بعتش ولا كيلو النهارده فبنخسر. معلش معلش، حصل خير، روق. هو رزق النهارده ان انا وقعت مع بياع موز شيوعي. اسف اني قلت لك يا خاين، ايش هو الشغل ابتزاز عاطفي عشان نبيعه كده؟ اتفضل بلدي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. سنة 1891 وبعد وفاة أبوه وهو في سن 14 سنة، بيقرر سام زيموري إنه يهرب من روسيا عشان ما يموتش من الجوع، ويجرب حظه زي آلاف المهاجرين في أمريكا، وهناك بيتنقل بين شغلانة تافهة للتانية. ولكن يا عزيزي بعد سنتين بيقابل بياع فاكهة أول مرة يشوفها أو يسمع عنها. فاكهة يا عزيزي من هذه اللحظة هتحدد مصيره. إيه يا أبو أحمد؟ الدراجون فلاي اسمها الدراجون فروت أولاً، ثانياً أنا بتكلم عن الموز. هذه الفاكهة يا عزيزي هي الموز، اللي وقتها كان عدد قليل جدا من الامريكان دقوه ويعرفوا شكله. الموز ابو احمد يا عزيزي، لان ثمنه وقتها كان ما يقدرش عليه غير الاغنياء، لانه بيحتاج ينتقل من امريكا اللاتينيه. لما بيتقال ان بابا جاب موز كان بيبقى احتفال بجد. بعد يا عزيزي سام ما يعصر البياع اسئله عن الفاكهه دي بتيجي منين وازاي، بيروح زاموراي الرصيف بتاع مينا موبيل في الاباما، ويفضل قاعد كده يا عزيزي ويراقب تفريخ حموله موز جايه من جامايكا. الحموله دي تابعه لشركه اسمها يونايتد فروتس، افتكر الاسم دي يا عزيزي، الشركه اللي تكرة تجارة الموز. زيموري عزيزي وهو قاعد يبص بيلاحظ حاجة غريبة، وكلاقي الشركة بيفرزوا الموز لتلات أكواب. الكومة الأولى موز حالته ممتازة وينفع يتشحن لأي مكان في أمريكا مهما كان بعيد، لأن الموزة بسم الله ما شاء الله لسه قدامها وقت قبل ما تبوظ. الكومة التانية حالتها متوسطة، يا دوب نلحق نبيعها للمحلات والبياعين المتجولين بأقل سعر. الكومة التالتة الموز فيه بدأ يسود شوية، صالحة للأكل بس مش هتوصل لأي سوق في الوقت المناسب، فأقل من 5 أيام هتبوظ. بالنسبة عزيزي للشركة وفي ظل غياب تقنية التبريد، ده موز ملوش قيمه، بس بالنسبه لزيموراي دي كانت فرصه، لان الراجل ده عاش في روسيا، عارف يعني ايه جوع، ما كانش فاهم ازاي ممكن يرموا حاجه لسه ممكن تتاكل. ها يا عزيزي ان سام زيموراي بيروح يشتري ب $150 موز بكل مدخرات، كل اللي يقدر عليه من الموز اللي كان هيترمي. بالنسبه يا عزيزي ليونايتد فروتس، دي صفقه كسبانه ليهم، اللي بيشتري الحاجات دي عبيط. بيوم زيموراي بشكل ما ياجر عربيه في قطر عشان ينقل الموز اللي اشتراه، رهنوا يا عزيزي انه يسابق الزمن، هينزل في كل محطه يقف فيها القطر ويبيع الموز، بيكسب يا عزيزي $40 ما يعادل $14,000 دلوقتي. ها يا عزيزي الفلوس دي مش المكسب الحقيقي، المكسب الحقيقي انه لقى طريقه انه عارف يصطاد، الفلوس دي السمك. زيموراي لقى طريقه يقدر ينافس بيها يونايتد فروتس اللي عينها على الموز الاخضر مش مستوي. بيفضل يا عزيزي يكرر العمليه لحد ما بيكبر وبيبقى تاجر له سمعته. هيبيع يا عزيزي في سنه 1903 لوحدها اكتر من 500,000 موزه. ساعتها يا عزيزي يونايتد فروتس بيعقدوا معاه صفقه، بص يا عم الحاج احنا هنبيع لك كل الموز الفرز التالت بشكل حصري، وبكده الشركه تضمن بيع الموز من غير ما ترميه. وهنا زاموراي هيشتري من مصدر واحد بدل ما يقعد يتفاوض مع التجار كل واحد فرداني. هذا الديل يا عزيزي خلى زاموراي اللي كان عنده 21 سنة ثروته تتعدى $100,000، يعني بقى مليونير بحسابات زمنه. لحد هنا القصة تمام حلوة، الله شاب ملهم، قصة نجاح شخص اندر دوج تقليدية. ولكن عزيزي وصول القصة لسه بتبتدي، زيموراي دوره مش هيخلص هنا. الموزة الفاكهة البريئة اللذيذة المتوفرة طول السنة دي بعشوقة الأطفال والكبار شايلة وراها واحدة من أكثر القصص شريرة في تاريخ الفواكه. انا رشوت ابو حميد، عندك حق ابو حميد فعلا، عشان كده دايما اقول الموز ده شرير لانه اصفر من جوه.
كل حاجة بدأت يا عزيزي سنة 1871 لما حكومة كوستاريكا بتطلب من المقاول الأمريكي ماينر كوبر كيث يبني لهم خط سكة حديد بحيث إنه يربط منطقة الكاريبي بالغابة. ولكن يا عزيزي مفيش حاجة مشيت على حسب الخطة. في 4000 عامل كوستاريكي بيموت في الغابات من لدغات العقارب والملاريا عشان في الآخر يبنوا 40 كيلو من السكة الحديد. وقبل ما المشروع يكمل بعد العدد ده من الناس اللي ماتت الاقتصاد يلبس في كساد، كساد العظيم اللي حصل في أمريكا ده. ساعتها كوستاريكا مش هتقدر تستلف عشان تدفع لكوبر اللي بيواجه شبح الافلاس. كوبر ما كانش عارف وقتها ان الثروه تحت رجليه، الثروه في تربه الغابه الرطبه. خليني اقول لك يا عزيزي ان الموز في كوستاريكا كان الوجبه اللي العمال الغلابه بياكلوها عشان ياخدوا طاقه ويشتغلوا. دي يا عزيزي نفس الفاكهه اللي كانت بتتباع في امريكا بالغالي. ليه؟ زي ما قلنا عشان تكلفه النقل. كوبر بيفكر انه لو لقى طريقه يزرع الموز بكميات كبيره وينقله بسرعه للاسواق البعيده قبل ما يبوظ، الموز ممكن يتحول لمنجم ذهب. ساعتها يا عزيزي كوبر بيعقد صفقه مع كوستاريكا. عزيزي صفقة بتنقذه من الإفلاس. بصوا يا جماعة أنا هكمل مشروع القطر ده ومش عايز فلوس، بس في المقابل عندي طلبين في غاية البساطة. أنا عايز حق تشغيل هذا الخط لحسابي، وعايز كمان أرض كبيرة أكتر من 800 ألف فدان. دي عزيزي الطلبات البسيطة بتاعت عمك وانت رايح تتجوز. هنا كوبر يا عزيزي هيضرب عصفورين بحجر. أرض واسعة يقدر يزرع فيها كميات رهيبة من الموز، وقطورات تنقلها بسرعة بتكلفة بسيطة. وبيقوم يا عزيزي يشارك 2 من تجار الجملة البريطانيين يوفروا له شبكة توزيع للموز في كل حتة في أمريكا، وعنده كمان أسطول سفن يفتح له أسواق أوروبا، ويسموا عزيز الشركة يونايتد فروت. وبعد يا عزيزي مكان محدش في أمريكا عارف إيه هو الموز، سنة 1914 هيبقى الموز تقريباً في كل مدينة أمريكية وتقدر تشتريه من أي حتة. رغم من ده عزيزي زراعة الموز لم تكن عملية سهلة، لأن في عواصف وفي فيضانات وفي موجات من الحر. وكانت الطريقة اللي كوبر وشركته بيتغلبوا على هذه الأسباب إنه ببساطة اعمل لي موز أكتر، هنا محتاجين نزود إنتاج الموز. هنا ده معناه استحواذ أكبر على أراضي أكتر في أمريكا الوسطى اللي كانت مستعمرات أسبانية نالت استقلالها في بداية القرن 19. الحقيقة عزيزي إن أمريكا ويونايتد فروت اعتبرت هذه البلدان امتداد للولايات المتحدة الأمريكية، بلغة السمسرة عزيزي الجنينة بتاعت اليونت بتاعتنا. بالفعل بدأوا ياخدوا المزيد من الأراضي في كوستاريكا ودولة زي بنما، ده طبعا بعد ما شالوا المزارعين الهنود. ولما بدأوا يبيعوا الموز بأسعارهم الرخيصة هددوا صغار المنتجين، المنتجين اللي رفضوا إن هم يتخلوا عن مزارعهم. الشركة يا عزيزي فضلت تتوسع 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 مئات الالاف من الهكتارات، وايه من احسن الاراضي اللي في امريكا الوسطى بارخص سعر وباتفاقات ضرايب لا تذكر او ما يدفعوش خالص. مش هداك مستثمر اجنبي؟ اتفضل يا باشا. نفس النمره بتحصل في غواتيمالا لما هي كمان بتحاول تعمل السكك الحديديه. المشكله عزيزي بتحصل ان المورد الاساسي اللي غواتيمالا هو البن، فلما بينهار سعر البن مبقاش معاه فلوس تدفع. سنه 1903 بيظهر مين؟ كوبر. نفس الصفقه، ادونا يا جماعه هنعمل لكم القطورات تمام، بس هناخد حق تشغيل القطر وارض نزرع فيها موز. مش بس كده، معلم كوبر بيضحك. كوبر كمان سيطر على المينا الرئيسيه وخطوط التلغراف. بتبدا يا عزيزي يونايتد فروت، تخيل شركه فاكهه بتبدا يا عزيزي تبقى اساطيلها اكبر من دول. اسطول يونايتد فروت بيوصل ل 115 سفينه. وبحلول سنه 1929 وقت وفاه مؤسسها ماينر كوبر كيث هتتحول هذه الشركه الى امبراطوريه فيها اكتر من 100 الف موظف ومليون و200 الف هكتار من مزارع الموز. يونايتد فروت لوحدها هتمثل 3 ارباع تجاره الموز في العالم. تخيل يا عزيزي ثمره بسيطه تقدر تغزو قاره. في روايه كابجز اند كينجز اللي صدرت سنه 1904 بتخيل الكاتب الامريكي او هنري بلد تحت رحمه شركه فاكهه، وهيسك التعبير اللي هيرتبط بجمهوريات امريكا الوسطى لحد النهارده، جمهوريات الموز. مع الوقت يونايتد فروت بقت متحكمه في تسليم بريد وشحنات بعض دول امريكا الوسطى. ده معناه يا عزيزي ببساطه انها تقدر تعاقب اي بلد تحمل حاجه مش عاجباها، او مثلا لما العمال يعملوا اضراب ضد الشركه عشان الظروف الصعبه جدا اللي شغالين تحتها. كان يا عزيزي عندها سيطره كامله على متاجر الناس وعلى بيوت الناس ووسائل المواصلات اللي بيستخدموها. كان عزيزي ما يحاسبوش العمال فلوس، ولكن كوبونات يجيبوا بيها احتياجاتهم من اكل وشرب ولبس. فكرة بقى ان ما ينفعش تصرف هذه الكوبونات الا من متاجر محلات مملوكه ليونايتد فروت. اقتصاد شركه فاكهه عشان المواطن الامريكي ياكل موز، لازم نعمل نظام اقتصادي بقى واساطيل. خلينا عزيزي نرجع لذا موراي، فاكر الراجل اللي اتكلمنا عنه في الاول اللي عمل الصفقه مع يونايتد فروت عشان ياخد الفرز الثالث من الموز. ها عزيزي انه ما يكتفيش بالصفقه، بيقرر انه يزرع هو ويصدر الموز بنفسه. وبالفعل هياسس مع شريك له شركه اسمها كويمل فروت. دي شراكه هتوفر له اسطول بواخر و100 فدان لزراعه الموز في هندوراس. وده كان شيء كافي ان يونايتد فروت اللي معروفه في امريكا الوسطى بالاخطبوط البابلو اللي بيلف مخالبه حوالين اي حد، ومش اي حد اللي هو اشخاص، لا الدول نفسها اللي بتزرع
مزرعه فيها موز، انها يا عزيزي تدمر شركه زيموراي. ها يا عزيزي، والغريب ان يونايتد فروت ما بتدمرش زيموراي. الله، ده بتسيبه يلعب في السوق، وده مش لله وللوطن. ولكن من حظ زيموراي ان حكومه الولايات المتحده الامريكيه قررت انها تطبق على يونايتد فروت قانون لمكافحه الاحتكار. انت يا شركه يا كبيره ما ينفعش تحتكر السوق، لازم اوريكي منافسين. فتقوم يونايتد فروت قايله يا سلام، طب انا عندي منافس اهو، منافس اسمه سام زيموراي اهو، ده منافسي. هو طبعا يا عزيزي كان قبل كده شغال معاهم، فهم عارفينه وحافظينه وفاهمينه، فعشان كده يلا خليك موجود العب عشان نبقى قدام الحكومه في منافسه كده يا عزيزي، يقدروا ينفعوا عن نفسهم تهمه الاحتكار. زيموراي يا عزيزي شهيته للتوسع ملهاش حدود، بيقوم سايب امريكا وبيسافر يعيش في هندوراس، وده بيديله ميزه عن الشركه الكبيره المترهله اللي بيديرها شويه رجال اعمال في مكاتب ازاز في امريكا، ناس ما يعرفوش حاجه عن طبيعه زراعه الموز وظروف عماله. زيموراي بيوطد علاقته بالمسؤولين الحكوميين في هندوراس، بيظبطهم برشاوي تعفيه من دفع ضرائب او رسوم استيراد وتصدير، ويبدا بقى يشتري اراضي اكتر برخص التراب ويعين عماله اكبر. وبالرغم ان اجور العماله قليله الا انها كانت احسن من اجور عماله يونايتد فروت. الدنيا عزيزي ماشيه تمام وكله زي الفل، بتحصل مشكله تعطل احلام زيموراي. هندوراس بتتداين لبريطانيا ب 100 مليون دولار، ليه؟ بسبب مشروع سكه حديد. هندوراس من القرن 19 عايزه تعمل سكه حديد. اللي بيحصل عزيزي الموضوع بيتطور، وبريطانيا بتهدد هندوراس انها لو ما دفعتش اللي عليها هتغزوها. هنا عزيزي بيجي جي بي مورجان البنكير بطلب من الحكومه الامريكيه، بيعرض على هندوراس، بصوا يا جماعه انا مؤسسه ماليه، انا هعرض ان انا اسدد ديونكم للانجليز. الله، ده انت طيب قوي يا مستر جي بي مورجان، ما نجلكش في حاجه وحشه ابدا، شكرا ليك. ادي لسه ما خلصش، هناك مقابل، انا عايز يبقى عندي حق جمع الضرايب على كل موارد الدوله، ولا اسيب بريطانيا تحتل لكم؟ اسيب بريطانيا تحتل لكم طبعا عزيزي. الكلام ده ممكن يبقى كويس شويه لهندوراس، لان على الاقل في حد هيحميها من ان حد يجي يحتلها، هيذلها طبعا بس هيحميها. بس معناه ان زيموراي فقد امتياز الاعفاءات الضريبيه اللي كانت بتديله ميزه تنافسيه قدام شركه زي يونايتد فروت. هنا زيموراي مش هيقف ساكت، هيمول حمله دعائيه، هدفه من ده يا عزيزي ان هو يثير غضب الشعب الهندوراسي، مش بس ضد حكومته ولكن ضد حكومه امريكا ذات نفسها. مش بس كده يا عزيزي، ده هيبدا يمول جيش من المرتزقه بالفلوس والسلاح للاطاحه بالحكومه الهندوراسيه، هيعمل انقلاب يا عزيزي وهينجح يا عزيزي. وهيقوم زيموراي معين رئيس وزراء جديد، واحد اسمه مانويل بونيلا، اللي هيقوم يرجع له كل الامتيازات وفوقيهم بوسه والمزيد من الاراضي. هنا يونايتد فروت بتشوف هذا الكلام بتتخض، يا نهار اسود ده بيغير حكومات. ساعتها عزيزي بيدخل زيموراي ويونايتد فروت حرب فيها كل شيء مباح، موز باللبن، فروت سلطات، فرغالي داخل بالمانجا، يعني الدنيا بايظه. بيبداوا عزيزي يقطعوا على بعض سكك الحديد اللي بتنقل البضاعه، بيبداوا يغيروا مجرى الانهار اللي بتروي مزارع الموز. زيموراي عزيزي بدا يعبي سفنه بالذخيره والسلاح. هيفضل عزيزي الموضوع شغال كده لحد ما الحكومه الامريكيه هتتدخل وتقول وقفل يا ابني انت وهو، انتوا بتضروا مصالح الولايات المتحده وصورتها. يا ارجوكم الا الصوره. ساعتها عزيزي الولايات المتحده الامريكيه بتفرض على الطرفين التفاوض، وان هما الاثنين يندمجوا ويبقوا كيان واحد. وبعد ما كانت بتطارد يونايتد فروت بتهبط الاحتكار، بتقول لها يا محتكره يا وحشه، انت بس الشركه الوحيده المتحكمه في الاسعار يا وحشه. بتقوم قايله لها بقول لك ايه، انت تحتكري بدل وجع الدماغ ده. ها طبعا عزيزي زيموراي بيوافق على صفقه الدم، وبتشترط يونايتد فروت على زيموراي انه يتقاعد، وبتعلن انه ملوش اي علاقه باداره الشركه. زيموراي عزيزي بيوافق، قال لها الراجل ده ماله يا ابو حميد، بقى يسامح ويوافق على كل حاجه، ده بيمول انقلابات عشان موز، عادي كده متساهل معاهم. ها عزيزي طيب يا جميل انت يا ابو قلب ابيض، يونايتد فروت بتدي للراجل ده اسهم قيمتها 30 مليون دولار. استنى استنى، ده ما يعادل قيمه النهارده نص مليار دولار. تاجر الفاكهه المتجول اللي كان جاي من روسيا مش لاقي ياكل وجي هنا يقلب رزقه في بيع الموز، بقى واحد من اغنى الرجاله في امريكا واكبر حامل اسهم في يونايتد فروت. شايف الموز بيصنع المعجزات ازاي؟ سنة 1928 عمال يونايتد فروت في كولومبيا بيتمردوا على ظروف العمل الوحشية اللي بيتعرضوا لها، بينظموا اضراب بيخرج فيه الاف العمال عشان يا عزيزي يقنعوا الشركة انها تقبل مطالبهم، اللي هي ببساطة ان هم ياخدوا يوم واحد اجازة في الاسبوع. ايه ده تسايب، وبيطلبوا ان لو ما فيهاش اساءة ادب ياخدوا فلوسهم فلوس مش كوبونات. ليه؟ طبعا عزيزي يونايتد فروت ضغطت على الحكومه الكولومبيه والحكومه الامريكيه عشان هذا الاضراب يتفض بالقوه، وبيفتح الجيش الكولومبي النار على المضربين، وهيموت كام؟ 2000 عامل. مسبحه يا عزيزي معروفه لحد النهارده باسم مسبحه الموز، ودي بقت نقطه تحول في تاريخ كولومبيا وتاريخ امريكا الوسطى. زيموراي يا عزيزي اللي بدا يستمتع بتقاعده، الراجل لبس الجلابيه وقاعد في البلكونه بيشرب الشاي بتاعه، بياخد شيله معاشه اللي يكفيه، بدا يدرك كده ان ايه ده، معلش المعاش لم يعد ملايين، بقى ملايين الا كسور. وبعد ما الشركه سنه 1928
حققت أرباح توصل ل45 مليون دولار، ففي سنة 1932 بتنخفض ل6 مليون دولار. هنا ساموراي اتنفض، والسهم بتاع الشركة اللي كان سعره 100 دولار بقى ب10 دولار. دي كانت أخبار كارثية لساموراي. شقى عمره كله في الشركة دي. بيبدأ عزيزي فورا يدرس اللي حصل ويكتشف سلسلة من الأخطاء اللي الشركة عملتها وأدت بالتالي للخسارة دي، وبيقوم باعت رسالة لمقر يونايتد ثرون يقول لهم على المشاكل ويقول لهم الحلول، ولكنهم يا عزيزي بيطنشوه سينو ومفيش رد. ولما بيقرر ان هو عايز يحضر اجتماع مجلس الإدارة بيعملوه كمجنون، بيقول له اطلع بره، والمدير التنفيذي للشركة بيتريق على الكنت الروسي وبيطلعه من الاجتماع افاي قمر عيش. طبعا بيفتكروا ان الراجل ده استسلم. بعد ايام يلاقوا زموراي راجع له، المرة دي في ايده شنطة فيها ايه؟ اصوات باقي المساهمين. الراجل ده راح قابل باقي المساهمين واقنعهم بالبيانات والارقام ان الإدارة اللي موجودة دلوقتي بتغرقوا. زموراي بيقوم رامي الاصوات في وش مجلس الإدارة. هذه الكتلة من الاصوات بتتجاوز 50%، وبالتالي بتديله حق الإدارة. وبيبص يا عزيزي المدير التنفيذي وبيقول له انت مرفوض. في سن يا عزيزي 56 سنة، زموراي الشاب الروسي البسيط اللي بدأ بداية بسيطة بيبقى رئيس يونايتد فروت، وبقى واحد من اقوى رجال امريكا نفوذا، ملك الموز غير المتوج. واحدة من المجلات بتوصف اللي حصل بمنشيت يونس اللي بلع الحوت. يقدر يا عزيزي زموراي خطوة خطوة يرجع الشركة لعزها وارباحها المهولة، ولكن زي ما انت عارف الامبراطوريات المالية ما ينفعش تقف مكانها، لو بطلت تتوسع تموت. وزموراي اللي بدأ قصته اندر دوج مستضعف في مواجهة الحوت بقى هو نفسه الحوت، ما بيوقفش طموحه في التوسع الا الحرب العالمية التانية. التجارة الدولية بتقف، لكن بعد ما تخلص زموراي بيبدأ يفكر ازاي ازود الطلب على الموز ويحول الموز لشيء لا غنى عنه. هنا يا عزيزي زموراي بيلاقي الشخص المناسب، رائد الدعاية اللي اتكلمنا عنه في حلقة البروباجندا، إدوارد برنيس. فاكره يا عزيزي؟ قريب فرويد. الراجل ده يا عزيزي بيوصل لاستراتيجيات تسويق عبقرية بحيث انه يخلي حاجة زي الموز رمز امريكي رغم انه ما زرعش في امريكا اصلا. بيسوق الموز للامهات في البيوت كألذ وجبة للفطار، وجبة مغذية وفيها فيتامينات وبوتاسيوم، ويجيب دكاترة يحلفوا على المصحف. وبرنيس اللي عروضه ما بتخلصش بيضحي، بيقدم للامهات وصفات لطبخ الموز. حملة يا عزيزي بتنجح لدرجة الامريكان مش بيعرفوا يتخيلوا حياتهم من غير موز، خصوصا مع ظهور شخصية تشيكيتا بنانا الكرتونية ملكة جمال الموز اللي اغانيها بتلاحق المواطن الامريكي في كل حتة. الراديو وشاشات التلفزيون نبرة صوتها وعودها الرشيق كان بالظبط شبه نجمة زمانها كارمن ميراندا، الفنانة البرازيلية اللي مشهورة برقصاتها بعلامتها المميزة ايه؟ بورنيتة الفواكه المشكلة توتي فروتي. لا يا عزيزي ان ده لم يكن صدفة، كارمن ميراندا كانت بتمثل امريكا الجنوبية زي ما الولايات المتحدة الامريكية عايزة تصورها، مثيرة وغريبة وممكن تحس انها في متناول ايدك، لكن برضه بعيدة وغامضة. في العالم المثالي لملكة جمال الموز، الموز لازم يبقى اسطمبة طعم وشكل واحد زي الصنف الوحيد اللي بتنتجه الشركة ذا جروس ميكل. ده نوع موز شبه موز الكافنديش اللي احنا بناكله دلوقتي. ده عزيزي كان اطعم وجلده اسمك فبيبقى نقله اسهل، ولكن الزراعة المكثفة لنوع واحد بتضعف المزارع. الموز عزيزي اللي بيبقى متطابق وراثيا شبه بعضه، كل موزة نسخة تبقى الاصل من التانية، سهل جدا ان ينتشر فيه الاوبئة وتنتقل الامراض من مزرعة موز للتانية، وده اللي حصل بالظبط. زموراي عشان يواجه هذه المشكلة كان بيرش اطنان من المبيدات الحشرية اكتر من 30 مرة في السنة. خليني اقول لك يا عزيزي ان السكان المحليين فقدوا حاسة الشم، والسموم اللي نقلتها الرياح حولت بشرتهم ازرق، وطبعا كتير من العمال ماتوا ويونايتد فروت تخلت عنهم، وطبعا ما ادتهمش اي تعويضات. لان نشوف نوع زي مرض بنما تغلغل في التربه ودمر المزرعه من الاصل، وكان الحل الاسهل للشركه ان هم يقطعوا اشجار غابه جديده. هنقعد نصلح؟ لا، طب ما نبني على جديد. ده مع الوقت خلى زموراي يشتري اراضي اكتر من اللي بيزرعها عشان لما مزرعه تتدمر يقوم ناقل على اللي بعده. خليني اقول لك يا عزيزي ان على سنه 1940 كانت يونايتد فروت مستحوذه على نص الاراضي الزراعيه في هندوراس، نص اراضي زراعه دوله، مش مدينه مش قريه، دوله بتاعت شركه امريكيه. غريب بقى ان نص الاراضي دي مش مزروع منها غير 10% بس. كل هذه الاستراتيجيات والتحوطات ما وقفتش خطر الامراض اللي بتهدد فاكهه هشه من الطريقه اللي كانوا بيزرعوا بيها زي الموز. مع الوقت واحده واحده امبراطوريه يونايتد فروت هي كمان طالها المرض وابتدت تخوخ من جوه، وراست شيكيتا بنانا مش هتعرف تخبي الحقيقه كتير. سنه 1944 بتحصل ثوره في غواتيمالا وتطيح بحكم الدكتاتور اوبيكو، افضل صديق شركه يونايتد فروت، الراجل اللي كان مؤمن بالعمل القصري للفقراء وباقل اجور ممكنه. وفي سنه 1951 بيوصل واحد اسمه جاكوبو اربينيز بانتخابات ديمقراطيه للسلطه ويطبق الوعد الاول للثوره. هنعمل ايه؟ عايزين نعمل اصلاح زراعي، هناخد بقى الاراضي بتاعت كبار الملاك ونوزعها على صغار المزارعين، واللي طبعا على راسهم مين؟ يونايتد فروت، اللي مع الوقت بقت تمتلك اكتر من تلتين الاراضي الزراعيه في غواتيمالا. في وقت يا عزيزي تلتين الشعب تحت خط الفقر. بيتجرأ اربينيز على مواجهه الاخطبوط يونايتد فروت، وبيقوم يطلع مرسوم يصادر ياخد مئات الالاف من الهكتارات اللي يونايتد فروت ما كانتش بتزرعها اصلا، بس سايباها كده احتياطي. عايز اقول لك عزيزي ان سعر الارض كان عشرات الملايين. في وقت عزيزي يونايتد فروت كانت عامله حركه سايعه، كانت بتقيم الاراضي بارقام اقل عشان ما تدفعش ضرايب كتير. فهم اربينيز قال لهم حلو قوي حلو قوي، الاراضي اللي احنا واخدينها منكم هنديكوا قصادها تعويضات بالثمن
اللي انتوا كنتوا حاطينها في العقود، مش بتمنها الحقيقي اللي ممكن يوصل لعشرات الملايين، لا بتمن اللي انتوا حاطينه على العقود وبالتالي بتدفعوا ضرايب عليه. يا عزيزي كانت اول مره حد يتحدى يونايتد فروت بالطريقه دي، والمره دي زموراي ما كانش عنده مرتزقه يعمل بيهم انقلاب، عشان كده هيقوم رايح لصديقه ادوارد برنيز. هيقوم يا عزيزي بمساعده ادوارد برنيز عامل حمله لشيطنه رئيس غواتيمالا. هنروح للسوشيال ميديا عشان نسوق سمعه هذا الرجل بالنسبه لحكومه الولايات المتحده والشعب الولايات المتحده، وهيحول هذا الموضوع لقضيه راي عام في امريكا، وهيصور رئيس غواتيمالا انه متحالف مع الاتحاد السوفيتي نهار اسود يا قذر، وانه جزء من الخطر الشيوعي اللي بيهدد امريكا والعالم الحر يا وغد. وهيقترح عناوين صحفيه منشطات حلوه كده على اصحاب الصحف اللي قريبين منه بتربط بين الشيوعيه والموز. رغم يا عزيزي ان كل ده مش حقيقي، الا ان امريكا اللي كانت عايشه اجواء الحرب البارده كانت مستعده جدا ان هتبلع مصاعيد برنيز. صدقوا موضوع الشيوعيه والموز. سنة 1952 بينتخب ايزنهاور رئيسا للولايات المتحدة الامريكية. سياسة امريكا لسنين كانت بتعتمد على احتواء الشيوعية بالحكمة والعقل. ايزنهاور شغل الحكمة والعقل ده مش هياكل معاه، هو جاي يهاجم ويضرب، بيحط اتنين اخوات في مناصب مهمة، جون فوستر دالاس وزير الخارجية وألن دالاس كمدير للسي اي. ايه اهمية الاتنين دول في الحكاية؟ الاتنين يا عزيزي كانوا مستشارين قانونيين في شركة يونايتد فروت، مش بس هم يا عزيزي كمان سفير امريكا في الامم المتحدة هنري كابوت لودج، واللي كان عضو مخلص في لوبي للضغط لمصالح الشركه لان عيلته من كبار المساهمين فيها. كل دول كانوا مستعدين يحولوا دعايه برنيز لخطه تتبناها الحكومه بتاعه اقوى دوله في العالم. في اغسطس 1953 المخابرات الامريكيه اللي بيديرها ألن دالاس بتطبق سياسه ايزنهاور في الهجوم، بتقوم وقعها حكومه محمد مصدق في ايران، حكومه منتخب بشكل ديمقراطي. ليه؟ لان الراجل ده امن شركات البترول الامريكيه، فقال لك فكك من موضوع الديمقراطيه ده، احنا هنجيب حد. ايزنهاور لما لقى ده واضح الانقلاب بينجح يا شباب وحلو اهو، طب يا شباب ما تيجوا نعمل نفس الانقلاب ده في غواتيمالا، يلا مين معايا؟ تقوم رايح عزيزي السي اي اي تختار الكولونيل كاستيلو ارماس وحطوه على راس جيش من المتمردين، جيش بيوصل غواتيمالا على متن اسطول وقطارات يونايتد فروت وبيستخدم مزارعها كقواعد له. وفي يونيو 1954 بتقصف العاصمه وبتقع مدينه ورا الثانيه في ايد المتمردين. حد يا عزيزي ما اربينيز بيكبر على التنحي في خطاب اذاعي، بيتهم مين في كل الكارثه دي؟ الاخطبوط يونايتد فروت ارماس اللي بقى رئيس غواتيمالا بدعم من الولايات المتحده الامريكيه وشركه يونايتد فروت، بيلغي كل قرارات حكومه اربينيز ويرجع ليونايتد فروت كل الاراضي اللي اتاخدت منها ظلم. الارض يا عزيزي بترجع، ولكن الاستقرار والامن ما بيرجعوش، بالاخص بعد اعتقال والقبض والقتل لقاده العمال. خليني اقول لك يا عزيزي ان غواتيمالا بتخش في حرب اهليه تستمر لسنه 1996. يا نهار اسود يا لهوي، حرب يا عزيزي بيروح فيها 100,000 قتيل، وبنشوف مليون نازح وعشرات الالاف من المفقودين. قبائل هنود المايا في غواتيمالا هتعرضوا لاباده جماعيه. يونايتد فروت اللي منعت اي اصلاح ممكن في غواتيمالا عشان تحمي ثروتها ومصالحها هتكون مركز غضب شعوب امريكا الوسطى. في يناير 1959 فيديل كاسترو بيستولي على السلطه في كوبا ويطيح بنظام باتيستا الموالي للولايات المتحده الامريكيه. تشي جيفارا رفيق فيديل كاسترو في ثورته تصادف انه كان موجود في غواتيمالا ساعه الانقلاب، ويقال يا عزيزي ان هي دي اللحظه اللي حولته لثائر. ما حدش مؤمن بفكره ان احنا نصلح واحده واحده، الاصلاح التدريجي فكك منه، لازم نعمل ثوره كامله. في سنه 1960 كاسترو بيأمم كل الشركات الامريكيه وعلى راسها مين؟ يونايتد فروت. المره دي زيموراي وبرنيز بيقفوا عاجزين مش عارفين حاجة. بعدها بسنة بيموت زيموراي ملك الموز، ومع الوقت امبراطوريته مش بتعمر كتير بعده، بيبدا يختفي اسم يونايتد فروت بعد كذا عمليه استحواذ وكذا عمليه دمج، وبيبدا يتغير اسمها لشركه شيكيتا. لما لقوا ان اسم يونايتد فروت مرتبط بالحروب والانقلابات والمذابح والعمال اللي بتقبض عليهم، فشل اسم الشركه دي خلاص. كمان في نهايه الستينات الامراض بتقضي على نوع الموز اللي بتنتجه اللي هو جروس ميكل، وبيحل محله في الاسواق نوع جديد، النوع اللي احنا نعرفه النهارده بالكافندش. اللي هيطور هذا النوع شركة اسمها دول، اللي هتتحول مع الوقت للملك الجديد في سوق شركات الموز. ولكن على حسب احدث التقارير خليني اقول لك ان موز كافنديش مهدد ايضا ان هو يخرج من السوق، لانه برضه مهدد بامراض ممكن تقضي عليه. اول ما تقول لي انا عايز اعمل كواليتي موز مستقره، انا عايز زي ماك كده ابقى في كوريا بنفس الطعم وفي مصر بنفس الطعم وفي اوروبا بنفس الطعم، ده بشكل او باخر ممكن يقضي عليك، لانه طول ما انت شبه بعض مفيش فرايتي مفيش فروقات، سهل جدا ان مرض يجي يخلص على النوع. اما عزيزي رجوعا لشركه شيكيتا رئيسة يونايتد فروت، فاعترفت مؤخرا انها دفعت 2 مليون دولار لميليشيات مسلحه في كولومبيا، وكان نفس القصه بتتعاد ولكن المره دي باسماء مختلفه. ولكن يا عزيزي خليني اسالك سؤال، هل دي الزاويه الوحيده اللي نقدر نشوف منها القصه دي؟ هل ممكن حد يشوفها من زاويه ثانيه؟
في سنة 2017 هيصدر البروفيسور بروس جيلي ورقة مثيرة للجدل بعنوان The Case for Colonialism، بمعنى إن يا جماعة إحنا طول عمرنا عمالين ننتقد في الاستعمار واللي الدول الأجنبية دي جات الدول الفقيرة وعملته، هل ممكن يبقى فيه فايدة من اللي الدول المستعمرة بتيجي تعمله في الدول الفقيرة والضعيفة؟ بروس بيقول إن الاستعمار بالرغم من كل مشاكله إلا إنه ساعد على تحديث المستعمرات وخلق الأساس لإن بعض الدول دي تبقى دول مستقلة وأحياناً ناجحة. دلوقتي لو فكرت يا عزيزي هتلاقي الكثير من الباحثين بيعتبروا الحملة الفرنسية مثلا زي ما جت بالمدافع والاحتلال جت بالمطابع وبالثقافة اللي عملت نقلة لمصر في الوقت الحديث، كذلك حاجة زي السكك الحديدية اللي ربطت بلد واسعة زي الهند، الفضل في هذا التواصل هو الاستعمار البريطاني. ده طبعا على حسب كلامه، انا بنقول لك وجهة نظره. لو طبقنا كلام البروفيسور جيلي هتلاقي شركة يونايتد فروت ليست استثناء، دي واحدة من اوائل الشركات متعددة الجنسيات في العالم، واحدة من اوائل المالتي ناشونالز، شركة زي عشرات الشركات المالتي ناشونال اللي جت بعدها، قدرت تبني بيزنس موديل شديد النجاح وترفع من جودة البنية التحتية والمرافق المحلية والمواصلات ل 12 دولة، طورت وحسنت من طرق الزراعة. لولا يونايتد فروت ما كانش العالم عرف الموز ولا وصل له بكميات كبيرة وأسعار أرخص. النهاردة الموز بيعتبر رابع غذاء رئيسي في العالم. طبعا عايزين تسمع هذا الكلام وهتموت وترد، والحقيقة إن هناك باحثين ردوا على كلام بروفيسور جيلي، هيقول لك المشكلة في صور الاستعمار إن هو بيعمل تطوير يبان كويس ولكنه في الحقيقة بيخدمه هو بس. مثلا السكك الحديد في الهند، فظيعة واختراع وصل الهند ببعضها مبهرة النهاردة، بس أساسا الإنجليز عملوها ليه؟ عشان القوات تقدر تتحرك بسرعة، عشان ما في ثورة هنا نروح نلحق نقمعها، لما في احتجاج هنا نروح نلحق نقمعه، والبضايع اللي هتعمل في الهند ناخدها نلحق نصدرها لبريطانيا وأوروبا. وبينما الهند اللي البعض بيتنبأ لها إنها هتبقى تالت أكبر اقتصاد في 2030، فده مش بفضل الاستعمار. الاستعمار اللي طول ما كانت الهند تحته كانت الهند من أفقر دول العالم. وتاني عزيز لو شفت حلقة غزو الهند هتعرف إن الهند كانت قبل الاستعمار واحدة من أغنى دول العالم، ويمكن لولا الاستعمار كان الهند بقت أنجح. أنا قصدي هنا طبعا غنى بمعنى الناتج المحلي الإجمالي مش دخل الفرد يعني. واحدة الناس بتتخيل إن يمكن لو ما كانش حصل استعمار كانت الهند نجحت من بدري. يونايتد فروت يا عزيزي عملت بيزنس موديل يفيدها هي عشان تعظم من أرباح المساهمين، زي ما وصفها الكاتب الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز في 100 عام من العزلة. شركة الموز غيرت نمط الري وسرعت دورة الحصاد وجابت معاها الحداثة، ولكنها برضه جابت الديكتاتورية، ولما مشيت سابت البلاد في حالة خراب. بروس جيلي دراسته هتثير الجدل لأنه هيقول إن الحل مع بعض دول الجنوب الفاشلة هو الاستعمار القديم، دولة عظمى تيجي تشكلها من على جديد تشرف على اقتصادها وإدارتها. وبرغم يا عزيزي إن بعض الناس بتقول إن هو اعتذر، إلا إن نقدر نقول الاستعمار لسه لحد دلوقتي بيحصل، ولكن بقى مش على هيئة جيوش وحكومات بتسيطر ولكن على هيئة شركات. في دراسة 12 سنة 2023 بعنوان How Multinationals Break the Rules and Why It Matters، فالشركات متعددة الجنسيات حتى الآن بتميل إلى اختراق القواعد الأخلاقية، فالموضوع موجود بس بأشكال مختلفة. في كتابه Bananas How the United Fruit Company Shaped the World بيقول بيتر شابمان إن إطلاق العنان للمالتي ناشونالز بدون سيطرة عليهم بنفوذ أحياناً بيتخطى الدول والحكومات ممكن يحول دول العالم كلها لجمهوريات موز، وده بيخلي شركة زي يونايتد فروت أكبر بكتير من كونها حدوتة تاريخية. وبرغم إنها حدوتة خلصت إلا إن إرثها ممكن يبقى موجود، ممكن يبقى موجود ولكن على هيئة شركات تانية. بس كده يا عزيزي خلينا ونسى أخيراً، بس شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجاية، تبص على المصادر اللي إحنا على اليوتيوب، نشترك على القناة. تعرف يا عزيزي من كام يوم وجدت تليفوني بيرن، ففتحت لقيت برايفت نمبر، عارف طلع مين؟ طلع شركة يونايتد فروت، كانت عايزاني أعمل لهم حملة دعائية. قلت لهم بقول لكم إيه، أنا مستحيل أعمل كده، مستحيل. طبعا يا عزيزي مش بس فقط دوري في الحملة الدعائية، ولكن أنا تم اغتيال أسرتي كلها، مش عشان رفضت ولكن عشان قلت الأشياء الحقيقة دي.